بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم متابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أحييكم من هنا من هذا الميدان العريق، من ميدان التلة لسباقات الهجن العربية الأصيلة بإمارة عجمان، إحدى الإمارات السبع التي عرفت بالكرم والجود. في اليوم الرابع على التوالي في المهرجان الغالي على قلوبنا، حيث تعلن أول انطلاقات هذا المساء، اندفاع وانطلاق الشوط الرئيسي الأول في المهرجان الكبير، في المهرجان القدير بنسخته الثامنة التي تقام في الميادين الشمالية، دعم لهذا المهرجان ولرياضة الآباء والأجداد، لا سيما وأن هذا المهرجان يحمل الاسم الغالي على قلوبنا، فخرنا وذخرنا وحزمنا وعزنا وسندنا، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولي عهد أبوظبي حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، محمد العز، محمد الفخر، محمد الذي دائما وأبدا ما نستمد قوتنا وعزنا وفخرنا في كل مكان. حفظك الله يا أبو خالد وأطال الله بعمرك بهذا اليوم الجميل، بهذا الحضور الميمون، بهذا الحضور المشرف. نرحب بقدوم سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن العربية الأصيلة. كذلك متابعين الكرام، ترحيبنا بالشيخ خالد بن حمدان النعيمي رئيس اللجنة المنظمة بميدان التل، وترحبنا كذلك بالشيخ حميد بن عمار النعيمي. أرحب بكل الحاضرين، بكل المتابعين، أرحب بهذه الانطلاقة، انطلاقة شوط الرمز، انطلاقة شوط الكاس، إضافة إلى المليون درهم المنتظر. 6 كيلومترات يا بن كليب، 6 كيلومترات يا مالك هجامة، مع المركز الأول منطلقة في الصدارة. هجامة على مستوى المركز الأول يقدم لنا هجامة في هذا المساء الجميل، يقدمها بن كليب. هنالك بينما المركز الثاني، المركز الثاني، القدوم والانطلاق والتواصل والاندفاع مع ثاني المراكز والوصول من نشبة، أحمد بالحزمي بن قناص العامري يقدم لنا نشبة. يا نشبتكم من نشبة المنطلقة الباحثة عن الكاس. المركز الثالث، الوصول والانطلاق من الظفرة، عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري يقدم لنا الظفرة على مستوى المركز الثالث بشعار القادم من الغربية، القادم بإعصاره، حيث يتقدم المضمر أحمود بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير، أحد المشاغبين الكبار. المركز الرابع، الوصول من المدينة، المدينة مع المركز الرابع، أم القادمة هنالك المغيرة والمنطلقة، شغف مع المركز الرابع في هذه اللحظات، ويقدمها لنا سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري المقدم لجمايل على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس، الوصول من شديد مع المركز الخامس، وسالم بن حمد بن سفنة الإعفاري على مستوى المركز الخامس، سفير للأصايل يتقدم على مستوى المركز الخامس. العودة
العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى بن كليب المنطلق مع شعار بن كليب، المتواجد مع حجامة، مع الأجواء الجميلة، مع الأجواء الشيقة، حيث الكاس المنتظر، كاسك يا أبو خالد، الكاس الأغلى، الكاس الأغلى في عام 2019، عام للتسامح، للتسامح. إلها الرمز يا بن كليب، ما حد يسامح، ما حد يسامح، كل يبي الرمز. الله يسامح أجواء تبوك الثلج، حيث الغياب هنالك من تلك الأجواء الباردة. وصلنا اليوم وهذا الشوط الجميل اللي تشتد فيه الحرارة، اللي تشتد فيه الحرارة. يا بن كليب، يا بن كليب، روح للكاس، كاسك يا أبو خالد، أغلى الألقاب وأقواها وأعتاها في عام 2019، المركز الثاني، حيث الوصول، حيث الانطلاق، حيث التواجد من نشبة أحمد بالحزمي بن قناص العامري، بالحزمي، بالحزمي، محتزم اليوم بنشبة، محتزم بنشبة، يبي ينشبهم، يبي ينشبهم. المركز الثالث، المنصوري، المنصوري، أهالي الغربية، حيث القدوم، ولكن بالنصرة، ولكن الوصول من بن نصرة القادم من أجل عصره، المنطلق مع المركز الثالث، يقدم لنا شعاره، حيث الانطلاق من جمايل وسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري، لمن الانتصار يا بن نصرة. المركز، المركز الرابع، حيث الوصول، حيث الانطلاق، حيث القدوم، مرحبا يا منصور، مرحبا يا بن حمود، حيث القدوم من منصور علي بن فرج بن حمود الظاهري مع المركز الخامس. هكذا متابعينا في كل مكان، نداونا للمراكز المتقدمة. أيضا بن كراز قادم مع أماني أحمد بن بخيت بن كراز السبوسي، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، إلى هجامة، إلى هجامة عالية القامة مع المركز الأول، يقدمها بن كليب محمد بن علي بن راشد بن كليب الكتبي، ممثلا للمدام الدايم. 1500 متر، 1500 في صراع التلة، في صراع التلة، وين اللي تل الكاس، وين، 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 وين يا بن كليب، يا بن قناص، يا بن نصرة، يا بن حمودة، يا بن كراز. معركة الأبطال، معركة الإبداع، معركة الانتاع. بن كليب، بن كليب ما زال مع المركز الأول، ما زال مع الصراع. 1200، 1200، والمليون المنتظر، والكاس، الكاس المسمى باسم أبو خالد، كأس الفخر، كأس العز. يا بن كليب، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، روح يا بن كليب، روح يا بن كليب، خذ هالنصيحة وروح، خذ النصيحة وروح للكاس، للكاس يا بن كليب. تحرك بن حمودة، تحرك بن حمودة، عام التسامح، عام التسامح، إلا مع الكاس، ما في تسامح، ما في تسامح. بن كليب، بن دري قادم، بن حمودة قادم، ولكن هجامة، هجامة مع بن كليب. الكاس يقترب، الكاس يقترب، يا بن كليب، يا بن حمودة، يا بن دري، يا المنصوري، ويا بن دري الفلاحي، ويا ابو زايد يا المنصوري. يا هي معركة، يا هي معركة، 500 متر اخيرة، بن كليب مع هجامة، محمد بن علي بن كليب، بن كليب، ولكن بن دري، بن دري مع بلجة، مع بلجة، عبد الله بن علي بن سعيد المنصوري. روح بن كليب ولا بن دري، بن دري، بن دري المنصوري. السلام لأهل الختم، لأهل الختم، اختموها، اختموها، اختموها الكاس باسم بن دري، بن دري المنصوري. أبدع فأمتع، كاس أبو خالد وكاس الإجذاع يذهب إلى أهالي الختم، ختم مطبوع، مطبوع، مطبوع باسمك يا بن دري يا المنصوري. سلام.
سلام يا الختم سلام سلام يا بن دري يا المنصوري على هذا الانتصار والفوز المركز الثاني. وصلت مع المركز الثاني منصورة لعلي بن فرج بن حمود الظاهري، وثالثا غزل لسالم بن عبيد بوظفير العامري. المركز الرابع شعار سالم بن دري الفلاحي، وخامس المراكز من واقع الشعار انه لمحمد بن زايد المنصوري، وعند اللجنه هنالك عند خط النهايه النتيجه المؤكده. الخمس المراكز الاولى بن دري المنصوري، من قدم لنا بلشه عبد الله بن علي بن سعيد المنصوري خاطفا الكاس الغالي. مشكور يا مسلم يا بن علي يا بن دري المنصوري. 8:57.7 من الثانيه بلشه من ختمت هذا الشوط باسمها وناقلة الكاس والمليون درهم الى هال الختم. 9:02 توقيت منصورة. تهانينا لعلي بن فرج بن حمود الظهري الشعار الاقتصادي الكبير، ومشكور يا المضمر الحاسم حمد بن حمدون الوهيبي من تابعها في التضمير. غزل مع المركز الثالث 9:05 من الثانية سالم بن عبيد بوظفيرة العامري مالك دبان أتى مع المركز الرابع 9:07 من الثانية. توقيت صاحبة المركز الرابع بنواية لأحمد بن سالم بن دري الفلاحي، وخامسا 9:02.2 من الثانية توقيت إيك.